من جاردين، العالم يشيد بعلاج الكبد المصري ويؤكد ينافس سوفالدي وبثلث السعر. أشادت عدة صحف عالمية على رأسها جاردين وتلغراف بعلاج فيروس سي المصري الذي أشرفت على ابتكاره شركة فاركو فارماسوتيكال المصرية بتعاون مع مؤسسة داندي العالمية غير الهادفة للربح، على أن يتم توفيره ب $300 فقط بدلا من سعر سوفالدي الذي يبلغ $1000 وله التأثير نفسه. وقالت صحيفة جارديان البريطانية إن 150 مليون مريض بفيروس سي حول العالم ينتظرون إطلاق الدواء بفارغ الصبر، كما تم تجربته على 300 مريض مصري وأثبت نجاحه معهم بنسبة 100%. وأضافت الصحيفة موضحة أن العلاج المصري الجديد تم الإعلان عنه للمرة الأولى في مؤتمر الكبد في برشلونة بإسبانيا، ومن وقتها وهو الحديث الشاغل للأوساط العلمية العالمية. دايما الحقيقة في كده شباب متطوع على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك كن أنت الإعلام البديل واذكر الإيجابيات. أهو إحنا في صباح دريم الإعلام البديل، أهو دي إيجابية، وإيجابية رائعة كمان إنه في مؤتمر عالمي بيحضروا دول العالم تقريبا كلها، مؤتمر طبي عالمي مهم بيكلموا فيه على دواء مصري بينزل وبيشيدوا بيه وبنسب العلاج الفعالة. دي حقيقة حاجة مشرفة يشكر فيها كل الفريق الطبي والصيدلي اللي وقف عليها الحقيقة من أول خطوة لغاية لما وصلنا لده، وبإذن الله يا رب يتطبق في مصر، ويا رب نشوف مصر 2020 خالية من فيروس سي يا رب، اللهم أمين. إندبندنت، قائمة أفضل 20 دولة للعائلات بالعالم، العرب خارجها وتركيا وإسرائيل الأسوأ. نشرت منظمة اليونيسف للطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة قائمة بالدول العشرين الأفضل التي يمكن للعائلات والأطفال الاستقرار والحصول على حياة سعيدة ومستقرة فيها، حيث تصدرت الدنمارك القائمة، يليها فنلندا والنرويج وسويسرا، وجاء في المركز العشرين أيسلندا، بينما لم تدخل أي دولة عربية القائمة. وقال موقع صحيفة إندبندنت البريطانية إن التصنيف ركز على المقارنة بين عدة عوامل في كل دولة، على رأسها الدخل والمستوى الصحي والرضا الاجتماعي والفروق بين الأطفال الفقراء والأغنياء وتوافر فرص التعليم والحياة للأطفال في كل دولة. وتعتبر أوروبا القارة الأكثر احتلالاً لقائمة أفضل الدول للعائلات، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الرابع عشر في القائمة بالمساواة مع كل من اليونان والمجر وألمانيا، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثامن عشر بسبب تدهور تصنيفها فيما يخص التمييز بين الأطفال. وأكدت اليونيسف أن تركيا وإسرائيل هما أكثر دولتين يعاني فيهما الأطفال من عدم المساواة، كما لم تأتي القائمة على ذكر مصر بأي شيء. بصوا، هو في مثل بيقولك إيه، no news good news، يعني طالما ما جابوش سيرتنا لا بالخير ولا بالشر يبقى الحمد لله رضا راضين. إن شاء الله يا رب نفضل كده لغاية ما نشتغل أكتر وأكتر، لغاية ما بإذن الله ندخل في يوم الأيام في التصنيف ده، التصنيف اللي طلعنا إن إحنا من الدول اللي فيها معاملة آدمية للكل الحقيقة، صغير وكبير وغني وفقير وكله بإذن الله. نروح إلى بي بي سي، وريال مدريد يستبعد 3 لاعبين من مواجهة ختافي. أعلن الرئيس أعلن فرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة الفريق لمواجهة ختافي اليوم السبت في تمام الساعة 4 عصرا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الليغا. واستبعد زيدان 3 لاعبين من القائمة على رأسهم المدافع راموس. طبعا ده كان خبر لازم كنا نشوفه ونختم بيه مجموعة أخبارنا المتنوعة جدا